السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين شركة ادوب اللي عاملة فوتوشوب والبريمير وافتر افكت وحاجات كتير اوي، عاملة اداة مجانية اسمها اكسبريس. فالاداة مجانية وبتشتغل، تقدر تعمل لك فيديوهات، تعمل لك فيديو، تعمل لك كومنتس وحاجات ماركتينج وحاجات بالذكاء الاصطناعي. فانا شايف ان الواحد يعني يبقى غلطان لو ما استغلش الموضوع دوت. تمام، مثلا في حاجات تكست تو ايمج، تكتب انت التكست ويحولها لك لصور. في حاجات مثلا ممكن تقول له كون لي صورة او الغي لي جزء من الصورة واعمل لي مثلا واحد شايل فاكهة، تقول له لا خليه يبقى شايل مثلا مبنى معين او صورة معينة، يقدر يعمل لك على طول. ادوات كتير جدا هم بيتيحها لك. ممكن تكون عندك صورة عايز تغير الرابطة بتاعها لجي بي جي او بي ان جي او سي اف جي، كل الحاجات دي بيعملها لك. كل الحاجات دي فري، في تمبليت كتير جدا موجودة في قلب الموقع دوت، وده كل ده اونلاين من غير ما تسطب اي حاجة خالص. ولو عايز تسطبه فهو مجاني، جيت ادوب اكسبريس فري، هتدوس هيبدأ ان هو يتحمل معاك. تمام، فري ما بتدفعش فلوس خالص. وفي بريميوم بيديك بعض التولز الاضافية بيبقى $10 وممكن تجربه لمدة شهر كامل بدون اي مقابل. طيب خلينا نطلع كده نقول له طب هات لنا الحاجات الخاصة بالـ AI. فبتلاقي تكست تو ايمج بالشكل دوت، تكست افكت، تقدر تختار اي تكست معين، مجرد بس تكتب هنا انت عايز ايه ويبدأ ان هو يعملك على شكل ورد، على شكل حاجات فرعونية، حاجات كتير جدا بالشكل دوت. ممكن يعمل لك فيديوهات، ممكن تعمل بابلش للبي دي اف بتاعك، تعمل براند، يفيدك كتير جدا في الشغل، فيه امكانيات قوية جدا. فأتمنى ان الموقع ده اول حاجة تفكر فيه لما يكون عندك تصميم معين، سواء فيديوهات، صور، دوكومنتس، الحاجات دي كلها. ممكن تقول انا عايز اعمل حاجة للتيك توك او للانستجرام او اليوتيوب، فهو يظبط لك المقاس ويظبط لك كل حاجة.